للحديث أكثر عن اتفاق السوداني مع طهران بإمدادها بالنفط مقابل الغاز الذي قطعته عن محطات توليد الكهرباء في العراق. معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة دريد عبد الله. مرحبا بكم. إذا أجواء حارة أستاذ دريد يعانيها العراقيون، يصاحبها انقطاع يعني شبه تام للكهرباء على الرغم من هذا الحر. هل برأيك حل اتفاق السوداني مع طهران هل سوف يحل أزمة الكهرباء في هذه المدة؟ حقيقة أزمة الكهرباء في العراق لها عدة أوجه. من ضمنها الوجه المالي. الآن تم حل الجزء المالي بين المصدر والمستورد، وليس كل أزمة الكهرباء. ستظل الأزمة أزمة وقد تتحول إلى كارثة إذا لم تحل خلال الفترات المقبلة بشكل حقيقي ومدروس. ولكن يعني الملاحظ أنه مع كل دخول الصيف في كل عام تقريبا تفتعل هذه الأزمة وتعمد إيران إلى قطع الغاز الذي هو بالتالي كما تعلم يورد الكهرباء، تعتمد يعني محولات أو مولدات الطاقة الكهربائية الرئيسة في العراق عليه. هل تعتقد أن هذا مفتعل يعني في 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 كل ذروة صيف في العراق؟ إيران منذ الشهر السادس عام 2017 تصدر للعراق الكهرباء والغاز. الغاز منذ 7 سنوات يصل من إيران. إيران هناك عدم دراية بميكانيكية وكذلك طبيعة النظام الاقتصادي والغازي في إنتاج وتصدير الغاز الإيراني. إيران تنتج حوالي 260 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 10% منه يكون فائض، بمعنى بين 25 إلى 30 مليار. هذا يتم تصديره إلى حوالي 10 بلاد من خلال أما الأنابيب أو من خلال الغاز المسال. 10% من عدة أكبر الدول التي يتم تصدير إليها هي تركيا، تليها العراق. العراق وتركيا وهم يعني أقرب من عدنا لإيران من خلال أنه تعاملوا في موضوع الغاز قبل 10 سنوات من العراق. يعرفون انه في ايران الصيف والشتاء يتم اخذ معظم الغاز المنتج في ايران وادخاله الى شبكات انتاج الكهرباء لحاجتهم الماديه، بينما يتم فعلا زياده انتاج الكهرباء ووجود هذه الزياده في فصلي الربيع والخريف. لذلك في تركيا هناك حوالي أكثر من 70 خزان أرضي وجوفي من الغاز، بينما العراق يفتقر إلى هذه المنظومة. هذه هي المشكلة. معرفة طبيعة إنتاج وتصدير الغاز الإيراني. العقود العراقية والتركية مع إيران هي سنوية، بمعنى أنه الإيرانيون سوف يعطوك كمية سنوية من الغاز وليس يومية. لذلك فهم لديهم حرية الحركة في تحويل إنتاج الغاز من التصدير إلى الاستهلاك المحلي. نعم. إذن هل تعتقد أن هذا اتفاق السوداني مع إيران يأتي في إطار محاولات الجانب الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية؟ شخصيا أعتقد أنه هذا الاتفاق هو لتقوية الجناح الذي يواري العراق في داخل الحكومة الإيرانية. الحكومة العراقية تحتاج كذلك إلى أجنحة في داخل الحكومة الإيرانية لكي من الممكن أنه تتحرك باتجاهها وتحل كثير من المشاكل بين الدولتين. أعتقد أنه هذا الاتفاق راح يصب بمصلحة هذا الجانب.
طيب لماذا لا تتحرك الحكومة في العراق لتنويع مصادر الغاز بدلا من كونها أسيرة لنقل للغاز الإيراني؟ هي ليست أسيرة بالغاز الإيراني، لكنه مشكلة العراق ليس لا يملك رفاهية تغيير مصادر، كون أنه تغيير المصادر معناها بناء تحتية إضافية وتكاليف أكثر في تلك المنطقة أو هذه المنطقة الشرق الأوسط. من الممكن أنه نأخذ من مصدرين أساسيين، الأول هو قطر والثاني هو إيران، غير إيران الثاني هو روسيا، لكن بالاثنين تحتاج إلى بنى تحتية من مضخات، من محطات ضخ، من أنابيب ضخمة، وكذلك دفع لأقيام الغاز المستورد بشكل أول بأول، وهذا الذي لا يملكه العراق. العراق يمر بأزمة مالية استمرت منذ أكثر من حوالي 5 سنوات، وهو الآن مثل ما قلت أنا قبل شوية لا يملك أبدا القدرة والقابلية على تغيير المصادر أو زيادتها سبب ضعف تخطيطات المالية لهذا الموقف. يعني حاجة العراق للغاز الإيراني كما نعلم مرتبطة بمحطات توليد الكهرباء، لكن البعض يطرح حلا في للخلاص من هذه المشكلة هو الربط بشبكة الربط الكهربائي العربي. هناك أيضا رفض من بعض الأحزاب، كيف تفسر ذلك؟ حقيقة الأحزاب دائما عندها أفكار وعندها أيديولوجيات خاصة بها، لكنه الخط العربي أعتقد أنه هو مشكلته أنه ليس جزء من الحل حتى، هو مسألة ترقيعية. الطاقة الكهربائية في العراق متكونة من 5 أجزاء، الجزء الأول هو الجزء الإنتاج الذي نتكلم عنه من خلال زيادتها من خلال الخط العربي، والجزء الأخير هو الجزء الذي الخامس الذي هو يتكون من الأموال التي من الممكن استحصالها من المواطنين. 5 أجزاء بين الإنتاج وبين الجباية هذه الكثير من المشاكل فيها، ولا يمكن إنه إحنا ننتظر من منظومة العراق التي تعتبر خاطرة بنسبة 65% اليوم أنه تضيف للإنتاج حتى يتم خسارة نفس الإنتاج في التجهيز ومن ثم الاستهلاك. العراق يقول أنه ينتج 26 جيجا واط من الكهرباء الآن في هذا الصيف، حقيقة نعم، لكنه ما يصل من المرحلة الخامسة منها اللي ذكرتها اليوم هي حوالي 12 أي ثلث 30% أو 33% من أداء هي من تصل إلى المواطن. كل هذه الخسائر اللي موجودة هي بسبب تقادم هذه الأجزاء 5 اللي موجودة، أما التركيز على الجزء الأول اللي هو الإنتاج ليس صحيح ولن يحل حتى جزء من المشكلة. إذا أين الحل؟ يعني ماذا بالمواطن في كل عام، وحتى كل حكومة تأتي تتعهد بحل أزمة الكهرباء، ومنها حكومة السوداني قبل 6 أشهر تقريبا تعهدت بأنها سوف تحل هذه الأزمة في هذا الصيف، ما الحل برأيك؟ هناك الحل مثل ما قلت له أكثر من وجه، الأزمة أكثر من وجه وكذلك الحل هو تغيير سياسات وزارة الكهرباء، كذلك تطوير بنيتها التحتية، زيادة الإنفاق والتخطيطات الحكومية إلها، كذلك توعية المواطن. وعلى فكرة الحكومة والمواطن جزء من الأزمة ليس جزء من الحل، وكذلك هو جزء من الحل. التوعية المواطن
لمخاطر زيادة استهلاكه للكهرباء وضرورة تقليله وهكذا. لدينا اليوم 5 أجزاء من الكهرباء ابتداء من الإنتاج وكذلك وكذلك النقل والتوزيع والتحويل، هذه كلها عبارة عن شبكات مهترئة، فلا يمكن أنه إحنا نحلها بمعزل عن الأخرى، يجب أن يتم الحل بالكل، وهذه تحتاج من الحكومة خطط استراتيجية 5 وعشرية في هذا المجال لغرض تطوير المنظومة ككل. إذن عبر سكايب من برلين، باحث في مجال الطاقة سيد دريد عبد الله، شكرا جزيلا لك.